أعزائي أنا وأحبائي أنا مشاهدي قناة لوجوس، أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقات برنامج سوشيال ميديا. بنعمة ربنا النهاردة هنستكمل ما أوتي أبونا لوقا نجيب كاهن كنيسة ماي مرقس، كنيسة ماي مرقس بالنزهة، بعض الحلقات. أهلا بيك يا أوتي أبونا. أهلا وسهلا بكم. موضوع حلقتنا النهاردة اسمه أنا مش ناوي أسامح. أنا عارفة إن الاسم الواحد لو سمعه في العادي يتخض كده. أوقات كتير فعلا التسامح والغفران بيبقى شيء سهل لأي حد فينا، لكن في أوقات فعلا ما بيبقاش في أي منطق إن الإنسان يسامح أبدا. ورغم إن احنا كل يوم لما بنصلي ونقول أبانا الذي في السماوات اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا، إنما في المواقف الصعبة والظروف القاسية صعب جدا 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 إن حتى إنه يجيلك من فعلا من قلبك إن أنت غافر أو مسامح. خلينا نبدأ مع قدسك ونعرف ايه اكتر حاجة بتعطل الغفران والتسامح. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. زي ما حضرتك اشرتي انه احنا في امور لو احنا قدرنا نجاهد ونيجي على نفسنا فيها ممكن نعديها وممكن نسامح. فيش حد فينا ابدا كبشر في هذا العالم الا لما تعرض لمواقف متعبة ومهينة ومؤذية. في حاجات انا ممكن اعديها من اجل الوصيه اللي بتقول لي كده، هو ان غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم ابوكم الذي في السماوات زلاتكم، وان لم تغفروا بنفس المقياس هو مش هيغفر. وعلى فكره المسيح لما قال الصلاه الربانيه وقال كده زي ما حضرتك قلتي واغفر لنا ذنوبنا، الحته الوحيده اللي رجع بعد ما خلص الصلاه الربانيه عادها بس بصيغه تانية، يعني قال اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، وبعد ما خلص الصلاة الربانية أصغها بطريقة تانية إن غفرتم للناس زلاتهم. الأمور العادية ممكن تعدي لأنها مش متعبة قوي، أو ممكن تحتمل. إهانة، شتيمة، إهانة، شتيمة، حد اتكلم في حقي، حد خد حاجة من حاجاتي، يلا الله يسهل له، يلا ربنا يسامح. لكن في حاجات لا انا بقف قدامها اقول يا رب ديت مش بتاعتي، مش مقدرتي. عشان كده بيقول داود النبي قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. ما انا بالقلب بتاع البشري دوت لا هسامح ولا هقدر اسامح لان تفوق طاقتي واحتمالي. حقيقي لان عمليه التسامح انا عايز اقول ان هي دي حاجه من فوق، حاجة مش بشرية، مش طاقة بشرية، نعمة من عند ربنا ومش طبيعية ومش سهلة. كلنا بنقول أبانا الذي، اللي ما بيصليش خالص أدناها بيقول أبانا الذي، بنقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر بلغة دارجة من غير ما ناخد بالنا، أو ممكن نكون واخدين بالنا وقادرين نقولها، لكن تعالوا نتحط في محك حقيقي صعب جدا وتجربة صعبة هنلاقيها تقيلة قوي إنها تطلع من بقنا، ولو طلعت من البق مش تبقاش طالعه من القلب، بس انا مضطر اصلي فبقولها، لكن مش هتبقى مقبوله عند ربنا ان انا اقول له كما نغفر وهو شافني مش بغفر، انا يعني بكذب عليه. ايه الحاجات اللي بتصعب بقى ان الواحد فعلا يعني صعب قوي يعني محتاج صلاه وجهاد، انه ايه الحاجات اللي بتصعب الغفران والتسامح؟ هقول لحضرتك احيانا بتبقى جايه المشكله أو المتاعب من أشخاص لا يمكن أن نتوقع أن يكونوا سبب أذية لينا. أشخاص عايشين بالمحبة مع بعض، في بينا مواقف إنسانية، في بينا مجاملات، في شلت عنه في مواقف معينة حاجات كتير، في تعبه، في مرضه، في غربته، في احتياجه، وحبايبه وصحاب. لكن لما تيجي الطعنة من باب القريب صعبة، تبقى صعبة قوي. أنا ماشي في الشارع، واحد ما يعرفنيش، واحد مش من ولادنا، شتمني، حدف عليا طوب، doesn't matter، خلاص يعني مش هتفرق معي، مش هتفرق، وفي نفس الوقت دوت شخص ضعيف. لكن لما تجيني من ولادي صعب صعب. تعالوا نشوف اللي حصل مع يهوذا. يهوذا ده المسيح ائتمنه على الصندوق واداله كرامة واحد من الاتناشر. ده مش كده وبس، ده انا لسه غسل لك رجليك. صح.
ولسه واكلين مع بعض عيش وملح، زي بقول لك الذي يغمس يده في الصفحه معي، ايوه ده احنا واكلين مع بعض، وغسل لك رجليك وتطلع من هنا تخني. صعب صعب. انا بس عايز اقول الحته ديت، احنا بنستصعب اللي عمله يهوذا في المسيح، احنا بنعمل في المسيح اكتر من كده حقيقي. صح. جرح في بيت احبائه، قيل عن المسيح جرح في بيت احبائه، وكان في نبوه قالها داود: الذي وثقت به اكل خبزي رفع علي عقبه. يعني اللي اكلت معاه يعني داس عليا وسلم. لما تيجي المتاهب من حد قريب صعب قوي، صعب قوي. هقول لك على قصه، اتفضلي. والمشاهدين يقولوا لنا اذا كانوا هم في هذا الموقف هيقدروا يسامحوا ولا لا، عشان بس ايه ما نبقاش قاسيين على الناس في حكم عليهم. اتذكر قصه واحده من بناتي، كان في مشروع منزلات الدوله ان هو اللي عايز يتملك حته ارض، مشروع اسمه ابن بيتك على ما اتذكر، وباسعار رخيصه جدا جدا يعني. والراجل دوت كان نفسه يجيب حته ارض لاولاده يبنيها ويعيش هو واولاده فيها، لكن الشروط لا تنطبق عليه، بيحط شروط معينه، الشروط ديت لا تنطبق عليه. يعمل ايه؟ فقال لاخو مراته، اخو مراته: ايه رايك في المشروع دوت؟ قال انا معيش فلوس ومش عايز. قال له طب انا عايز، تيجي نعمل تقدم الورق باسمك لان انت تنطبق عليك الشروط، ولو القرعه جات وانا فزت يبقى ايه؟ ليك الحلم. امين. قدم الورق باسم اخو مراته. وجات القرعه وجات حته الارض. جه بقى الراجل اللي دفع الفلوس بيقول له: شوف بقى هتحولها باسم ازاي؟ قال له: احول لك ايه؟ قال له: الارض. قال له: الارض ايه؟ قال له: الارض اللي انت كسبتها. قال له: مش انا اللي كسبتها. الراجل اصر والف في سيف في دماغه ان لا يتنازل عنها. الراجل قال له: طب تعالى انا اللي دفع الفلوس وانت اللي قدمتها باسمك، طب ناخد الارض دي مناصفه، تبقى انت شريك ليا. لا يمكن، لا يمكن. الزوجه مطحونه ما بين جوزها وما بين اخوها. طبعا. ده اخوها وده جوزها. طبعا موقف صعب جدا. هي نفسها بتقول لي: انا بالنسبه لي مش مشكله. ده بقى المستوى اللي بنتكلم عليه، بقى المستوى الروحي والتسامح، وممكن يكون دي تحويشه عمرهم كلهم يعني. لكن الراجل حسك عينك تتكلمي مع اخوك، ما هو مش قادر يسامح تحويشة عمري كلها. وسيبك من تحويشة عمري كمادة، لكن دوت مستقبل أولادي اللي أنا ببنيه لهم، يجي واحد ياخده كده على الجاهز. دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي التسامح مش صعب بالفكر البشري والطاقة البشرية والمقدرة البشرية. مستحيل، ما أقدرش أسامح، ما أقدرش أسامح. من حاجات تانية كمان إن الإنسان ما يشوفش بعينه تأديب ربنا المخطئ، يعني دي حاجات برضو بتصعب أكتر عدم المغفرة. دي فعلا نقطة أنا كويس إن أنت أثرتيها. أحيانا الواحد لما يحس إن إيد ربنا شغالة معاه بتهون شوية. واحد ظلمني، واحد انتقم مني، واحد دمر حياتي، ربنا مسكتش، بتريح شوية وبتدي إحساس للواحد إن هو ربنا سهران. لكن لما الاقي ربنا كمان ساكت وما بيتكلمش، يقدر مخ الواحد شغال بقى. هو يا رب انت بتحرق دمنا ولا ايه؟ معلش في الكلمه يعني. انت عايزني اسامح وانت ساكت؟ طب قبل ما تسامح حسسني ان انت واخد حقي او بتتدخل. نشوف المزمور 73 لاساف بيقول ايه: لاني غيرت من المتكبرين اذ رايت سلامه الاشرار. الناس اللي اولاد ربنا في مزاعم قاعدين كويسين قوي، في سلام، في سلام، سلام الاشرار. ليس في موتهم شدائد وجسمهم سمين. ما فيش المعاناه والحزن اللي احنا بنشوفه في فقدان الاعزاء. جسمهم سمين طبعا من الناحيه البدنيه، اكل وشرب ورعرعه، وبالمعنى الـ مش الحرفي ان هم الكبرياء بتاعهم زاد قوي. ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم الشحم من كتر بقى الأكل والشرب والدسم والعظمة، بقت عينيهم خارجة لبرة.
جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلا يتكلمون، من العلا يتكلمون، دي يمكن كلمة احنا دايما بنقولها مناخيره فوق. ما هو برضه يا رب انت يعني صح، انت فين؟ انت بتقولي سامح، امين، طب وانت ساعدني. وان ربنا اتاخر يبتدي الانسان يفكر في فكره ان انا عايزه انتقم او اعمل حاجه، او مثلا اخويا تعبني عايزه اهيره وعايزه اقطع، مش قصص بنسمعها يعني حاجه غير عاديه دلوقتي في رغبه الانتقام وفي الشماته كمان النتيجه بقى الحتميه بعديها. قد ايه نفرح لما حد يحصل له حاجه برده، يا رب جبت لي حقي، انتقمت، وكان دي حاجه بالظبط كده. يعني لما اشوف الشر يمس الاخرين بستمتع جدا، أشكرك يا رب، شفت عدل ربنا ما سابوش، لكن الله يعني غير مجرب بالشرور حقيقي. يحصل إيه يا أبونا لو الإنسان خلاص ممكن يعتقد أنه بيغفر أو يسامح، وزي ما قلتها كنت بتقول قبل الحلقة بيدخل كده في دينايل كده، أنا زي الفل، أنا كويس، أنا مسامح، ومفيش حاجة، لكن من جوه القلب مش مسامح وما عندوش مقدرة للمسامحة، إيه الإنسان يتحط فيه لو ما قدرش يغفر أو يسامح اللي قدام؟ من ضمن الحاجات اللي بتصعب عملية إن أنا أسامح اللي هي لجوء الإنسان أحيانا لحلول نفسية. بحاول أخد ديفنسيف ميكانيزم لأن أنا مش قادر أتكيف مع الواقع. جوايا حاجة وجوايا بركان وجوايا غضب ومش قادر أعمل حاجة. فممكن تيجي تكلميني اقول لك بصي انا خلاص الموضوع ده انا نسيته، مش عايز اتكلم فيه، نسيته، لكن الحقيقه عملت دينايل، انا حاولت امسحه من دماغي لكن جوايا ما سامحتش، وبما ان جوايا ما غفرتش وما سامحتش في بركان مكتوم جوايا، مجرد تاتش صغير او موقف من مثيل من شخص اخر مش من نفس الشخص، هلاقي نفسي بجيب القديم والجديد. صح، دي حاجه برضه بتصعب التسامح. من ضمن الحاجات اللي بتخليني مش قادر اسامح تكرار الخطأ، تكرار الخطأ. يعني أنا لما أشوف زوج بيخون زوجته وهي لأجل السمعة وتربية الولاد والشكل الاجتماعي وعشان العيال ما تشردوش تقول أنا مسامح، وأنا أتذكر قصة إن في زوجة في موقف زي كده قالت أنا مش هسيبه للشيطان، مش هسيبه للشيطان، دي قوية، ده بقى اللي هو مش تسامحه بس، ده هي كمان عايزة تتوبه وعايزة تكسبه للملكوت، مش هسيبه للشيطان، أنا وراه لغاية ما توبه. دي قصة. أو قصة تاني مثلا، أنا واحد داخل معاه شراكة في مشروع ما، وبعدين بحس لأنه متواجد بصورة أكثر، الظروف كده، هو ألاقي كل شوية بيختلس. طب أنا سامحته بس نبهته، سامحته بس نبهته. الزوج اللي بيكون زوجته بيكرر تاني وتالت ورابع، واللي بيسرق من شريكه تاني وتالت ورابع. طب اسامح ازاي واسامح لغايه امتى؟ ما هو لا حاسس باللي بيعمله فيا ولا حاسس باللي انا بعمله فيه، ان انا بسامح واغفر. وبعدين على فكره دي سياسه ربنا معانا، ليه بيسامح وبيغفر؟ يقول لنا الكتاب كده، ام تستهين بغنى لطفه وامهاله غير عالم أن لطف الله إنما يقتدك إلى التوبة. يعني ربنا لطيف وبيطول باله عشان مستنينا نتوب. فلما يكون في تكرار للخطأ، الطرف الثاني مستحمل وبيسامح عشان إيه؟ عشان يتوب ويرجع ونبتدي صفحة جديدة. لكن لما يبقى بيكرر تاني وتالت ورابع وتيجوا في الآخر تقول لي سامح، طب أنا سامحت قبل كده كتير واللي فيه هو فيه. النقطة الثانية برضو اللي بتخليني مش قادر أسامح، قسوة الموضوع عليا. زي ما حضرتك اشرت في الاول، يعني بقى صعب قوي لدرجه ان مفيش منطق ان الواحد يسامح. لا غير كده، ان سابها تاثير جامد. يعني زي ما حضرتك قلت، لو في مواضيع بسيطه ممكن الواحد يتغاضى عنها، لكن اقول واحد اتشهد عليه زور واتسجن 5-6 سنين، فتره السجن ديت اتحرم من بيته، من مراته، من ولاده، من شغله، من دخله، ده غير كمان ان هو فقد احترام الاخرين ليه. يعني هو بيتعامل المسجون ده بيتعامل بكل ازدراء، واحد اتهم واتهام باطل، دي حاجه مش سهله ابدا، مش سهله. وبعدين بعد ما اخرج حتى واقضي فتره السجن بطلع بفيش وتشبيه ان انا خريج سجون، اروح ادور على شغلانه محدش هياخدني، يقول لك الراجل اللي عمل فيك ده سامحه. انا عايز بس الفت النظر لحاجه بقى غير اللي احنا بنطلب منه التسامح. اقول للطرف اللي عمل كده،
مهما رحت واعترفت وتناولت توبتك غير مقبولة على الإطلاق. اللي ما كنتش تصلح الخطأ بتاعك. ما كانش فعلا بالظبط كده. يعني أنا واحد اختلست منه وبعد كده أروح لأب اعترف أنا أقول أنا ندمان وما بنامش وببكي وآخر مرة. طب وشقاه وتعبه رده له. واحد اتظلم واتسجن، لا يكفي ان انت تروح تبكي لابونا وتقول له انا ندمان، لازم تصلح اللي انت عملته. بالظبط كده. طب المزاد اللي فيها الراجل دوت طلب غريب، طلب غريب ان احنا نطلب التسامح وموضوع قاسي علينا. يعني مثلا لو حد فينا، انا مش هتكلم عن يوسف كشخص، يوسف الصديق، لكن هتكلم على لو حد فينا مكان يوسف وقت ما كان مرمي في السجن، مستحيل يسامح اخواته. بالظبط كده. واقول له سامح دول اخواتك. ما احنا ده اللي احنا قلناه في الاول خالص، لما تيجي المتاعب من القريب بتبقى متعبه. اخواتي مين؟ ده ابويا ميت فيا وانا ميت في ابويا، وانا حرمته مني وانا محروم مني، وامي ميته، وبعدين اشتغلت كعبد، وبعدين مرمي في السجن بتهمه اخلاقيه، وكل ده ليه؟ عشان حتة قميص ملون أبويا جابهولي. أسامح؟ مين فينا يقدر يسامح؟ صعب جدا. هقول لك على قصة لا تتخيلي. واحدة كانت قالت لي من الناس الصعيدة اللي هم يعني تفكيرهم بسيط قوي وبرضو الشر بيبقى جواهم صعب. في واحدة قريبتها اتجوزت بعدها، هي قعدت كام سنة ما تخلفش، واللي بعدها خلفت عيل واتنين. ملل غل قلبها. تفتكري اقصى شيء ممكن تعمله ايه من الغل والكراهيه اللي فيها؟ ايه؟ لا انا ما تتخيليش. خدت الست دي طفلها وربته من الشباك. ياه. ومات. هي من حسن الحظ او ترتيب ربنا ام الطفل ما عرفتش ان حد عمل كده، لكن الانطباع اللي اتاخد ان الطفل وقف في الشباك بينزل دماغه وقامت. لكن السيده ديت اعترافاتها جات وبدموع فعلا، وبتقول لي انا عملت عامله زمان مش قادره انساها. طبعا مش قادره انساها. طبعا دي حاجه طبعا مش قادره انساها. وبعدين بعد فوات الاوان، وبعدين مش هترجعي اللي فات. احنا كنا بنتكلم ان احنا ايه نصلح اللي احنا عملناه. في حاجات ما تتصلحش. انا عايز اقول لو الام ديت اللي فقدت طفلها بفعل فاعل، لو عرفت ان طفلها اترمى من فوق نتيجة حقده، اقول لها سامحي. لا صعب جدا. انا بطلب المستحيل. من ضمن الحاجات برضو اللي بتصعب التسامح النتائج المترتبة على الخطأ ديت. يعني لو واحد او شبية واترفدت من الشغل، أسامحه؟ مستقبل ولادي. لو واحد ضربني وعمل لي عاهة وفقدت إيد ورجل ولا عين ولا كلام زي كده هو، ونتيجة فقدان هذا العضو بقيت فقدت حياتي الطبيعية، لا قادر أشتغل ولا قادر أنجز ولا 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 ولا، أقول أسامح؟ لا، صعبة إن أنا أسامح. عدم إحساس المخطئ بخطيته دي بتصعب اكتر واكتر، دي بتبقى متعبه اكتر. يعني انت تبقى بتحاول وتلاقي اللي قدامك اصلا مش حاسس بحاجه خالص، فطبعا بتزيد اكتر صعوبتها. ده مش بس مش حاسس، يعني انا ممكن اجي اقول لك مدام جينا انا يعني فعلا انا غلطان، انا مش عارف اودي وشي منك فين. دي مثلا تهدي، تهون كتير. حتى لو الموضوع كبير اقول لك انا فعلا عندي احساس بالذنب وانا غلطت في حقك فعلا. خلاص انت هتلاقي نفسك كده هو لينت شويه. لكن لما تقولي يا ابونا انت عملت كده معايا، انا ادافع عن وجهه نظري، يعني ببرر الخطا وممكن في تبرير للخطا لانه خطا بستفزك. يبقى انا عمال استفز فيك وبرر الخطا وبعدين تسامحي، ما كون ان انا ببرر الخطا يعني هكرره تاني وتالت ورابع، لان مش مقتنع ان انا عملت حاجه غلط. دي من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نقف بتصعب الغفران، نقف قدام الغفران ونسامح. نسامح مين يا عم؟ نسامح مين؟ صعبة تيجي من باب القريب وواحد مش عايز يعترف بخطأه والخطأ بيتكرر، وبعدين كمان ربنا واقف، إنجاز التعبير بلغة البشر، واقف يتفرج علينا. طب اعمل أي حاجة. فديت بتخلي الموضوع صعب جدا. صعب طبعا.
ماذا بقى لو الإنسان ما فيش فايدة خالص وأنا مش هقدر أسامح ومش هقدر أغفر، وأنا خليني كده أتجاهل الموضوع وأنا كويس ومتعايش وكل حاجة تمام، إيه اللي هيحصل؟ شوف الأول، أنا عايز أحط بس قاعدة الأول قبل ما نشوف الترتيبات إيه. صعب جدا في مواقف كتير إن أنا أسامح، صعب جدا جدا إن أنا أسامح، وفي نفس الوقت أقول خطر جدا 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 إن أنا ما أسامحش. معادلة صعبة، معادلة صعبة جدا، صعبة. صعب إني أسامح وخطر إني ما أسامحش. في خطورة إن أنا ما أسامحش، طب خلاص ما تسامح. أيوه. أسامح؟ لا، صعب نتيجة الحاجات اللي إحنا قلناها. عشان كده أقول لك ليه صعب وليه خطر. الخطورة في إيه؟ نتيجة إن في غضب مكتوم جوايا، نتيجة اللي حصل لي دوت، الغضب المكتوم دوت بيولد جوايا خوف، وخوف مكتوم فعلا. لاحظناها في كل الناس اللي مرت بأزمات وفي خلافات بينهم وبين الناس، بالرغم إن هو اللي مظلوم وهو اللي مجني عليه، لكن عايش في حياة خوف. ربما يكون خايف إن هو يجي وقت من الأوقات أعصابه تفلت منه ويسلك سلوك انتقامي، ميبي. ربما لأنه إنسان قريب من ربنا ومش قادر يسامح، جواه خوف ساعة ما يقف قدام ربنا ويقول لي يا رب أنا ما قدرتش أسامح. يمكن جواه خوف لما يجي يقول أبانا الذي، يقول لي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، خايف يقولها وفي نفس الوقت خايف ما يصليش. فنتيجة التراكمات دي بيتولد الخوف جوانا. أصل عدم التسامح ده، قلت دي نقول مش خطية بس نقول شر، وطالما في شر، الشر بيستدعي قوى الشر الأخرى. حاجات تفضل بالظبط كده، والخوف دوت أحد قوى الشر. لما يبقى جوايا خوف تبقى متعب قوي ولا سيما، وشفناها كتير. لو الطرف التاني اللي غلط فيا قعد يقول لي سامحه وهو غلط فيك وربنا بيسامح عشان ربنا يقدر يسامحك، لو الطرف التاني انتقل ومات وهو انا ما كنتش مسامحه، بفضل انا مأنب في نفسي والخوف يزيد اكتر. اكيد قدسك شفت قصص كتير بين كتير اهل كتير. يا انا مش حاسس بس اقول في قصص عشان الوقت، وزوجات ياما ده. في واحده جت قالت لي بعد وفاه امها، قالت ياما كانت بتبعت لي بتقول اخويا كان ساكن معايا في نفس البيت، فبقول ما انت عندك مرات اخويا هناك تخدمك، وما كنتش برضه اروح لها، وكانت بتزعل مني، ودلوقتي امي ماتت، طب اعمل ايه؟ ده انا كان نفسي وكان نفسي ما خلاص. فانا لما حد يتنايح او ينتقل وهو زعلان مني عشان انا ما قدرتش اسامحه، دي حاجه صعبه قوي، لانك مش هتقدر تصلح موقفك. خلاص اغلق الباب زي ما قال لنا في مثل عزراء، كان قدامي ان انا اخد بركه التسامح. لما يبقى فيه خوف، الخوف بيولد القلق، والقلق دوت مرض العصر حاليا. نتيجة جروح قديمة متراكمة متكررة مقفول عليها، وخصوصا لما يجيني الجرح من حد قريب. زي ما قلت لك، انا اتذكر واحد بيقول لك ابويا عمل فيا كذا، مش قادر اسامح ابويا. هو مش قادر يسامحه فعلا، صح؟ الواحد سمع فعلا كتير، مش قادر يسامح ابوه، لكن مش قادر ينام. مش قادر ينام ان هو ابويا زعلان مني وفعلا ابويا غلط فيا وانا مش قادر اسامحه، فده القلق. يعني هي فعلا معادله صعبه، وعايزه زي ما قلت كنت بتقول نعمه خاصه جدا من فوق، يعني بالظبط كده، عطيه من عند ربنا. الحاجات دي عايزه مجهود كبير. يعني لما بقول معلش، يعني لما اقول مش هقدر، مش معنى كده ان انا اديت الفاينل كونكلوجن، مش الاستنتاج الاخراني، لا، انا بقول فعلا وانا في حياتي مش قادر، لكن احنا نوصل في الاخر لازم نسامح. حتى لا يفهم من كلامي ان انا مش قادر اسامح، دي بقت خلاص ايه، امر مسلم بيه. كيرف بتاع القلق ممكن يطلع وينزل، يطلع وينزل حسب ما انا، زي ما قلت لحضرتك في الاول، انا بعمل ديناينج، بحاول انسى، فبالتالي برتاح شويه، وبعد شويه بفكر بيتقلب الموضوع. لكن لا يمكن، حتى لو القلق ابتدى ينزل معايا، لا يمكن ان اصل الى السلام الداخلي اللي وصفه الكتاب ان هو يفوق كل عقل، ان لم اصفح واكون صافي تماما. تماما وتماما دي تاخد وقت طويل، ده مش وقت.
يا ريت على الوقت ده، عايزه مجهود وعايزه تعب وعايزه جهد. هستأذن قصك، احنا مش هنتكلم يعني نتكلم في الحلقه القادمه عن سلم التسامح، صعود السلم، وزي الواحد يقدر يغفر ويسامح، وبركات التسامح اللي الانسان بيشعر بيها لما فعلا يصل بعد جهاد طويل. لكن انا حابه اختم الحلقه لان ما فيش فيها وقت طويل، من قدسك مسج، رساله توجهها للناس اللي بيشوفونا دلوقتي وفي خلافات بينهم وبين بعضك في عائلات وكاخوات بالسنين، وفي زي ما قلت عدو الخير بيفضل يراكم ويزود ويزود والعين دي يزيد. الرساله اللي توجهها قدسك للناس كلهم ولاولادك في كل مكان. انا زي ما ابتديت الحوار مع حضرتك، هو في دستور ربنا حاطه، إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات. ربنا بيقول لي أنا عارف، بيقول لي كده هو، إن أنت زي ما قال في أشعياء أتعبتني بخطاياك. يا رب أنا تعبتك، يا ما خنتك، يا ما كذبت، يا ما خدت عشورك، يا ما اغتصبت حقوقك، يا ما كسلت في الصلاة، يا ما شفت أرملة ويتيمة. يقول لي بص أنا كل ده عارفه، بس أنا ممكن أسامحك وهنساه مقابل إن أنت تسامح أخوك. هتسامح؟ أنا هسامح. لو أنت مش عايز تسامح It's up to you، حاجة ترجع لك. أنا بقول للناس كلها إزاي نطلب من ربنا إن هو يغفر ويسامح وإحنا البشر اللي كلنا تحت الضعف مش قادرين نسامح بعض. عايزين نقول أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، ما تكونش كلمات من الفم بقدر ما هي من القلب فعلا، عشان تبقى توبتنا مقبولة ربنا سامحنا بالفعل. وتسابونا شكرا لقدسك على وجودك معنا، وانتظرونا اعزائنا المشاهدين في الجزء الثاني من حلقه انا مش ناوي اسامح عن الغفران والتسامح. وشكرا لحضراتكم لحسن استماعكم، نشوفكم حلقات قادمه من نعمه ربنا، والى اللقاء. Yeah.